لكن هذه الأطراف السياسية لا تريد أن تأتي بالشخصيات المهنية والوطنية. سيد الكاظمي، إذن ربما قطع الاتصال مع سيد الكاظمي من العراق. على كل حال عاد إلينا مرة أخرى سيد باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. انقطع الاتصال معك قبل قليل عبر خدمة سكايب، نتمنى أن تكون المشكلة هي بسبب الكهرباء سيد الكاظمي. نعم سبب الكهرباء، وأنت في العاصمة العراقية تواجه هذه المشكلة. سيد العزيز، أنا من المخزي ومن المعيب، أنا بالعاصمة العراقية الذي تعتبر لو كانت هذه الأموال التي تستخرج من البترول لدولة أخرى أو بيد شخصيات نؤتمن عليها، لرأينا شوارع العراق والعاصمة بغداد أرصفتها من الذهب والفضة. لكن عندما يكون زمام الأمور بيد شخصيات هم لصوص وسراق المال العام، وصلنا إلى هذه المرحلة. من المخزي ومن المعيب، بعد 17 سنة ونحن في سنة 2021 وتقطع الكهرباء بساعات طويلة في بغداد، فمن يتحمل المسؤولية هم صاحب القرار، من يتحمل المسؤولية هم نأمل أن لم تكن المشكلة مرة أخرى نواجهها مع سيد الكاظمي. سيد الكاظمي، إذن ربما للأسف يعني نواجه مشكلة الكهرباء مع ضيفنا من العاصمة العراقية بغداد. للأسف هذا حال العاصمة العراقية بغداد، كما ذكر السيد الكاظمي، هذه العاصمة والبلد النفطي العراق، بلد النفط الآن يواجه أزمة كهربائية خانقة في لم تمر عليها منذ سنوات، يعني قطاع كامل في الدولة العراقية. هذه الأزمة كانت في عام 1991 في الحرب الخليجية الثانية، وأيضا في اجتياح العراق من قبل القوات الأمريكية أنذاك في عام 2003، وهذه الأزمة اليوم انقطاع كامل الكهرباء عن كافة الأراضي العراقية. هل عاد لنا مرة أخرى سيد الكاظمي؟ معك يعني بدنا نحاول نتأقلم مع هذا الأجواء معكم في العاصمة، تفضل. سيد العزيز، نحن نقول كلمة إلى التاريخ بأن كل ما يحدث في العراق من هذه التراكمات ومن هذه الأزمات ومن هذه المسميات، من يتحملها؟ بأن وضعنا الشخصيات الغير مناسبة، الشخصيات الغير كفوءة، الشخصيات الغير مهنية. الآن نلاحظ المواطن العراقي يسأل لماذا لم نأتي بشخصيات من رحم هذه الوزارات لكي أن تحقق إنجازات وتترجم على أرض الواقع؟ لماذا لم نرى أو نلاحظ أو نضع شخصيات بأنها تمتلك الوطنية والحرص على أبناء جلدتهم؟ لا يمكن بمثل هذه المسألة، لكون بعض الأطراف سياستها واستراتيجيتها هي تختلف. أنا قبل أيام عندما كنت معاكم في حوار في نفس هذه الفضائية الرائدة وتحدثت عن وزارة الداخلية، وقلت بأن وزارة الداخلية ولأول مرة نأتي بشخصية مهنية وطنية من رحم المؤسسة الأمنية. هذا لماذا نتحدث بمثل هذه المسائل ونضرب مثال بهذه الوزارة أو بالوزير عثمان الغانمي؟ لكونه شخصيات من رحم هذه المؤسسات، شخصيات تدرجت بالمناصب منذ أن كانت موظف بسيط أو برتبة ملازم لحين ما أصبح وزير. وهذه الشخصيات لو تنطبق السماء على الأرض. دعني أقرأ عليك سيد الكاظمي إذا سمحت لي. هنا عرضنا قبل قليل تسجيل وفي أحد لقاءات سابقة لوزير الكهرباء الأسبق وهو قاسم الفهداوي، كان يتحدث بأن هناك يعني دور سعودي وموقف سعودي في دعم العراق بالكهرباء، لكن هناك كان ضغوطات تمارسها إيران على العراق كي لا تتم هذه الصفقة. لكن أيضا هناك تصريحات للسياسي المستقل غالب الشابندر يقول أن أزمة الكهرباء في العراق ونسف أبراج الطاقة مؤامرة تقف خلفها
دولا وحكومات إقليمية. ما وجاهة التصريح الأول لسيد القاسم الفهداوي يتحدث بأن كان هناك عرض سعودي وكان لتأمين الكهرباء في العراق، لكن هناك ضغوط إيرانية منعت ذلك، وأيضا حديث السياسي المستقل غالب الشابندر بأن هذه الأزمة هي تقف وراء حكومات إقليمية ودول؟ أحسن سيد العزيز، ما تفضل به قاسم الفهداوي وما تفضل به الشابندر كلاهما يصبان في مصب واحد. إن تحدث عن قاسم الفهداوي، نعم، لكون إيران هي على علم وعلى اطلاع وهي لديها يقين قاطع بأن السعودية إذا أرادت أن توفر الكهرباء إلى العراق لا توفره بالمنة ولا توفره بأنه تحاول أن تضغط على العراق، وهذه مسميات. إن عدنا إلى مسألة الإقليم وما يتحدث به الشابندر، نعم، هذه الدول الإقليمية من هي؟ إن نتحدث ونقول دول عربية فهذه أكذوبة. من يقف وراء هذه المسائل هي على رأس الجانب الإيراني، لكون إيران لا يمكن أن تسمح إلى دول الخليج وإلى السعودية بأن تعطي بالكهرباء وتقف على العراق، لكون إيران هي على يقين بأن الدول الخليج والسعودية لديها الإمكانيات بأنه أن تساعد العراق. وصلت الفكرة سيد العزيز، فلنعد بعقارب الساعة بثواني. عندما دخل العراق بأزمة اقتصادية رأينا أتى وفد من إيران وضغط على بغداد يطالب من بغداد أن يزود إيران بالمستحقات التي بيعاتق العراق، فهذه السياسة التي تتعامل. إذن هي إيران، هي إيران كما تقول، والاتهام تتوجه وأصابع الاتهام تتوجه إلى إيران في هذه أزمة الكهرباء في العراق. على كل حال سيكون هناك تتمة لهذه الأزمة في حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا لكم المحلل السياسي العراقي السيد باسل الكاظمي، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد. والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. دمتم بأمان الله.